الناس هتبقى معايا وانا باكل. ده سردين. احنا هنسيب دكتور صفا مع الفسيخ وننضف احنا السردين بتاعنا. بص يا دكتور، اهم حاجه مش بحرف السكينه الحامي، لا بالظهر بتاع السكينه. تعرفي المعلومه دي؟ لان القشر بيبقى، انا سمعت الفوازير اللي انت بتعمليها بره بس ما قلتلناش برضو اللون الازرق هنعمله ازاي. صح، تصدقوا انا نسيت والله. طب ما تفكري معايا كده واحنا واقفين. انا هقول لك اللون الازرق يتعمل ازاي. بصوا يا جماعه، بصوا بعد ما شلت القشره، تعالي بصي الجمال، روحي جايه من عند الدماغ كده قطمها كده. بصوا اللحمه عمال يطلع ازاي، وتشديها كده. انا عايزه بس السلسله تطلع بالبطن اهي. بصي بايديكي. الله بصي. الله الله. انا مش عايزه اقول ايه. دكتور صفا النهارده يومها جميل. بصي، طب بصي والنبي، بصي ولونها بينك. الله، جميل قوي. بصي بصي السلسله لما لو قطمتها كده تطلع لي كده بالراس لوحدها. ده تنظيف السردين. السلسله طب يا شيخ بالراس. هتاكلي معايا؟ بصوا يا جماعه، ما عشان بس ايه، انا دلوقتي شغاله في مرحله التنظيف، ودكتور صفا في مرحله الغداء. الاكل. هي بتتغدى شم النسيم النهارده معانا. بصوا السردين عامل ازاي. والله العظيم ريحه السردين فظيعه على جمالها. بصوا لحمتها، شوفوا. طب انا هقطع ازاي السردين ولا الفسيخ يا شيف؟ دوقي. هقول لك على حاجه. قولي. بس كده تعالوا بقى ايه، احنا معانا بقى ايه، احنا النهارده دكتور صفا هنعتبرها حد من الجمهور، مش هي صاحبتي ولا اختي ولا حبيبتي ولا لا. احنا هنلغي دكتور صفا دي. أيوة. وهنعتبرها دلوقتي حد من الجمهور معانا. وبجد انا بقول لك قدام الناس اهو، قولي كل حاجه بما يرضي الله. انا خلاص انا باكل السردين. بصوا جمالها، يا خلاصي على جمالها وعلى طعمتها يا ناس. استنوا يا جماعه لما ادوق لكم كمان. يلا بصوا لونها. عمركم جبتوا سردين جاهز كان باللون ده؟ يعني احكموا انتوا، سردين جاهز باللون ده بالجمال ده؟ يلا يا دكتور، احط لك عليها زيت ولا اي حاجه؟ مش عارف. لا دوقي سك كده. نشوفها كده سك. ايوه ناخدها كده ونقول. خلاص يا جماعه، دكتور صفا مش نافعه. واو، انا مش عارفه اقول ايه بجد النهارده. انا خلاص، انا مش هشتري، انا هتفرج على الحلقه من اولها لاخرها واشوف انت عملتي ايه واعمله. الحلقه اللي فاتت اللي هي بتاعت التخليل. انا عايزه اقول لك على حاجه كمان، ده في ناس كتير دلوقتي بقى التخليل بالنسبه لهم ده في البيت، مش شم النسيم بس. طول السنه. انا اقول لك على حاجه، الفسيخ بتاعي ده طول السنه عندي في البيت. والله العظيم. والله في اي وقت اي حد عايز فسيخ ممكن فسيخه. شوف هلا يا طنطا هلا، عايزين فسيخه على طول كده يعني. وبصل وسلطه ورنجه. لا النهارده انت مظبطه الدنيا قوي قوي قوي. تعالي نخلي رنجايه بقى. دي الرنجه دي طبعا احنا مش عاملينها في البيت. الرنجه مصانع، الناس قاعده تتفرج عليها. لان سمكه الرنجه دي مش موجوده، ولا هتلاقيها في سوق العبور، ولا هتلاقيها في اي حلقه سمك. دي بتيجي استيراد للمصانع بتاعه الرنجه، وفي نفس الوقت هي بتتدخن بطريقه المصانع. مهما عملناها في البيت ما بتديش بصراحه نفس النتيجه. بتدي نتيجه قريبه منها بس مش رنجه. فالرنجه كبري دماغك وهاتيها جاهزه. بس انا عايزه اخليها بقى، هخليها انا يا دكتور وانت عايشي عايشي. عايزه طب شويه شاي. بتعرفي ازاي فيها بطروخ ولا لا؟ لا هي لازم تقولي. بصي بقى، بصي اولا طبعا من هنا بتبقى تخينه شويه. دي كده تعتبر مش مبطرخه. بصي دي ممكن تكون مبطرخه. لا نجيب لنا واحده بقى فيها اهو. بس هي انواع رنجه. هي انواع يعني انواع مصانع، وعلى حسب فلوسها. كل ما عليتي بالفلوس بسعرها تكون كل ما تضمني ان هي مبطرخه. البطروخ الخشن مش الناعم. طيب كملي انت بقى وانا هي. انا معاكم يا جماعه. انا مش هقف، انا مش هقف علشان انا خلاص كده يعني وجبتي المفضله جت. طيب ده انا لسه هوريك الرنجه دلوقتي، هطلعها دلوقتي ازاي. بس الفسيخ يا جماعه ولا ريحه وطعمه جميل. انا مش مصدقه نفسي. جميل جميل جميل. بصي يا دكتور، انا قصيت الراس وبعدين هاجي من عند الظهر وبالمقص كده. خدوا بالكم من الفكره دي، وتروحي قصه كده 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 لغايه ما توصلي للديل كده بالسلامه ان شاء الله. ماشي، وبراحة خالص كده. ايدك بقى تمشي مع السلسلة، يعني تحسي كده بالسلسلة بتاعت الشوك فين، تفضلي ماشية معاها تفتحي كده كده بالشكل ده اهو. بصي واحدة واحدة كده عشان ما تتهريش منك. ايدي طبعا على المشمع، وبعدين افتح كده بالراحة. يبقى انا بفتح من الظهر يا جماعة مش من البطن. وادي البطروخ، الله اكبر، طالع يا خشن. جماعة طلع لنا بطروخ يا جماعة. الله، طلع لنا بطروخ خشن. بصي شوف البطروخ بيعمل ايه. ايوه يو ار لاكي. انا لاكي جدا. انت لاكي جدا، لاكي ونص كمان. يا نهار ابيض، انا عايش البطروخ ده بقى. خلاص هسيبه لك.
لا هديكي واحده ثاني، هما اتنين بس. بس امانه في رقبتك تسيبي لي واحده. طب امسكي اهو. طب خدي حته صغيره. الله خدي خدي كمان. الشيف مش عايز تديني البطروق. اه طيب الحقي منا بتقول ايه؟ رد انت عليها. بتقولي ايه؟ بتقولي هو انتوا ليه بتفرحوا لما بتلاقوا البطروق؟ ايه ده ازاي ما بتفرحيش يعني؟ ازاي دي احلى حاجه؟ اهو البطروق ده منا ما تستنيش عيش. كافيار يا جماعه. كافيار. ده كافيار السمك. يا لهوي على جماله. الله 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 على الشيف النهارده. بصلايه يا شيف؟ ايه ده؟ عندك بصلايه؟ لا لا عشان انا لسه هكمل. انا لو كنت مروحه كنت كلت بصل عادي. تعالوا نطلع البطروخ التاني. نهار ابيض. الله الله الله. بصي روحي كده منضفاه بالراحه خالص. ده انا قلت انت سبتك كبيره مش هتطلع فيها. شوفي انا حظي حلو ازاي. او حظنا يا اختي. او حظها هي. شايفه الجمال؟ اللي انت بقى عادي يعني بتاكلي كده الحوادق وممكن الناس مثلا بجد والله من الحالات اللي بتكلمك ممكن يكونوا بيحبوا. يا لهوي ده انا متاكده ان كل الناس اللي متابعه العياده وفي كله هيصوروا الحلقه دي ويبعتوا لي. انت كنت بتاكلي هناكل. اي بصوا البطروخ. الله الله يا لهوي على جماله. يا نهار ابيض. انا هسيبه تحطيه في الطبق شويه. لا بصي لا حطه في طبق ايه؟ حطه في طبق ايه؟ بصي بصي البطروخ يتاكل كده. اه ياني ياني ياني. اه ياني. الله القرشه الحلوه بتاعت البطروخ. طب احنا ممكن نخلص عشان نبقى نقعد عينيا الاثنين نرجع للرنجه. بصوا يا جماعه بعد ما اتفاجئنا بمفاجاه البطروخ بصوا الرنجه بقى بطنها نضيفه ازاي. هاجي بقى من هنا. بصي كده يا دكتور عشان لو حبيتي تخليها في البيت برضو بصوابع ايديكي كده وتشيل السلسله. لما بنجيبها كده وبنعملها في البيت تبقى احلى من الحاجات الجاهزه اليومين دول. عمالين يعملوا برطمانات غاليه قوي. صح ما بتبقاش حلوه زي ما. صح معاكي حق. لا بصي يا ستي احنا بنخليها اهو بمنتهى البساطه. ما تجيبوهاش يا جماعه مخليه لان فعلا زي ما دكتور صفا بتقول. واقول لكم بقى على مفاجاه غير ان المخليه بتبقى غاليه جدا بينقوا السمكايه اللي هي مش قد كده اللي هي مثلا درجه ثانيه هي دي اللي بيخلوها. ايوه اللي مش باين فيها صحتها كده. ايوه ومش باين فيها ملحها. بصوا يا جماعه ادي البطن نضيفه اهي زي الفل اهي. اروح جايه بقى بالمقص كده واسمى بسم الله عملت رنجه مخليه من الدرجه الاولى اهي يا جماعه. بصوا طيب لو انت دلوقتي عايزه تشيل الجلد ماذا تفعلين؟ ما فكرتيش ليه؟ ما قلتليش اللون الازرق بنجيبه منين؟ لا 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 انا مش عارفه. انا يعني انا كنت متفقه معاهم جوه ان هو من بس يعني احبطتينا ان هو من الزهر ده. من زهره. من زهره الغسيل. بصوا 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 يا استاذ احمد بالراحه خالص كده من غير سكينه. بصي صباع كده بيشد اللحم يا دكتور وصباع بصي بيشد الجلد اهو اهي بس. وخلينا الرنجة. بصوا يا جماعه ادي ظهرها اهو اهي. مش دي كده زي المخليه بالظبط بتاعت بره ومن غير ما تتهري مننا ولا اي حاجه. ادي الرنجه المخليه. شوفوا جمالها جميله جميله جميله. دوقي دوقي الرنجه الحلوه دي. يلا انا جايه لك النهارده بقى. انا جايه لك النهارده. طب خدي بالك انا خدت قد ايه بس عشان بناها يا جماعه. ما كملتش الرغيف. انا كملت رز رغيف. كملي كملي مش هنعد عليكي. لا مش انت جاي بقى داخله عليا بهديه وكده فمش هعد عليها يا جماعه. كملي. كلت نص رغيف. هتاكلوا 10 رغيف وتقولي لي الشيف هلا قالت لنا ماليش دعوه. اتحسبت عليكي والناس كلها شافتك وانت بتاكلي فسيخ وسردين ورنجه. فبصي بقى خلاص هي اتحسبت عليكي. يلا وانا هاكل بس الاول قدامهم نص رغيف وبيني وبينك كام. طب مش عايزه تدوقي الرنجه؟ لا هدوق. طب ادوقي الرنجه ده انا البطارخ دي يا لهوي. الله البطارخ دي يا جماعه الخشنه دي لو قدامي انا مش هدوق حاجه تاني غيرها. بصوا بس زي ما قلت لكم هي الرنجه انواع. شوفوا بصوا بتتخلي ازاي. بصوا مش حد اي شيء خالص. بصوا 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 اهي اهي بس كده. ادي الظهر بتاع حته الرنجه وادي الوش بتاعها اهي. عظمه عظمه عظمه. الله يخليك. شكرا. واستاذ احمد كمان عمال يقول لي عمال يقول ايه مجوهرات ذهب. اه الشيف عامله ذهب.